العراق أمام تحدي حقيقي، واحتاج صراحة بيني وبين الشعب العراقي قبل أي طرف آخر، لأن ما يهمني هو الشعب العراقي. 17 عاماً وآذان المسؤولين العراقيين لا تسمع لشكاوى شعبهم، وأعينهم لا تبصر معاناتهم، حتى ظنوا أنهم لن يعايشوا مسؤولاً يسمع ويرى. فجاء الراعي الذي أنعم الله عليه بسمع لأنين العراقيين وبصر لواقع ما يعانون، مصطفى الكاظمي، رئيس حكومة خادمة لشعبها ومنذ الدقيقة الأولى لأدائها اليمين الدستورية بوزرائها كافة. رئيس الحكومة العراقية السابعة مصطفى الكاظمي بحواس 7 كلها تتلمس واقع حياة العراقيين، كيف لا وهو القائد الذي وضع حياته في خدمة العراق والعراقيين، وقاد معارك ضارية وشرسة مع غيلان ظن الجميع أن لا أحد سيقوى على الوقوف أمام جبروتهم. الفساد وحيتانه، معركة دق الكاظمي طبولها مستندا على شعب أبي لم ينصف لعقود، فاصطف خلفه شعب تنحني أمام عظمته وقوته الأكوان. وفي وسط المعارك هذه كانت مسامع الكاظمي مفتوحة لصوت العراقيين وشكاواهم، ومنها ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدة مواطن للكاظمي شخصيا من موقع معامل الأكسجين المتوقفة في بغداد، والتي قال المواطن إنها تستطيع أن تغطي احتياجات بغداد ومحافظات عدة بالأكسجين في ظل الحاجة الملحة لها وسط تفشي جائحة كورونا، وقال إنه وشركته قاموا بتأهيلها وهي جاهزة للاستخدام منذ أكثر من 1.5 شهر، إلا أن أحداً لم يستمع له. هذه المعامل موجودة لدى الحكومة العراقية تغطي محافظة بغداد أو أكثر. صار أكثر من 1.5 شهر وأنا أحاول، ما خليت لا الصحة لا خليت الأزمة لا النواب، لا خاطبت ما خاطبت بما يكفي، لكن لا حياتي من تنادي. وبعد أقل من 2 يوم عاد نفس المواطن بالظهور في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة من وسط المنطقة الخضراء، بعد أن استجاب لمناشدته السيد الكاظمي والتقاه شخصياً. قبل 2 يوم نزلت منشور بخصوص معامل الأكسجين وطلبت في استجابة السيد مصطفى الكاظمي، والحمد لله الرجل ما قصر، وأنا حالياً بالخضراء اجتمعت ووجه باستلام المعامل وفحصها وتوزيعها على المحافظات وبغداد. شكراً للكاظمي، كلمة بحجم وطن، بصوت ألم، بحرقة مستغيث وجد من يغيثه، قالها المواطن باسم شعب مظلوم. شكرا للسيد مصطفى الكاظمي، أمن بحضرتك القضاء على الفاسدين إن شاء الله، والسر ونحن معك.